ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل كيكة البرتقال، وبان البرتقال موجود كتير جدا قوي 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 في الشتاء، فهنعمل بقى احلى كيكة برتقال ومقاديرها سهلة قوي. تعالى اقول لكم انا استخدمت ايه. عايزة حوالي 3 بيضات، مش حوالي، هما 3 بيضات وعايزة كوباية سكر وكوباية عصير برتقال وكوباية زيت، وعايزة كيس بيكنج باودر، وعايزة حوالي 3 اكياس فانيليا، وعايزة حوالي 3 كوبايات الا ربع دقيق. مكوناتنا سهلة وبسيطة، ما فيهاش اي حاجة صعبة. نجيب بقى الخلاط او الكبه او اي حاجه نضرب فيها، ونبتدي نحط البيض ونحط الزيت والسكر والعصير البرتقال. دي من غير لبن، ما بيتحطش فيها لبن نهائي، هو عصير البرتقال بس. نحط بقى كل المكونات دي كده على بعض في الخلاط. لو عايزين لونها اصفر زياده شويه، ممكن لو عندكم الوان طعام ليه الجل نحط نقطه او نقطتين لون اصفر علشان تخليها اصفر شويه، هيبقى لونها حلو، لان هي برضو لما بتتعمل بعصير البرتقال كده بتبقى لونها فاتح سنه. فانتوا لو عايزين تعززوا لون البرتقال حط لها نقطتين لون اصفر. انا ضربت كل المكونات اهي في الخلاط زي ما انتوا شايفين. هبتدي ان انا اضيف البيكنج باودر على الدقيق واقلبه كده فيها. بصوا كيكة سهلة جدا وطعمها حلو جدا جدا، وهنعملها كمان بصوص بقى البرتقال على الوش، يخش في التلاجة كده يعمل طبقة زي الجيلي كده صغيرة فوق الكيك، بجد طعمها تحفة. هضيف المكونات كده زي ما انتوا شايفين واقلب، ما اقلبش جامد، انا لازم اخلي الدقيق كله يخش في كل المكونات ديت، بس ما اقلبش جامد عشان ما اخرجش كل الهواء بتاع الخليط فتهبط معايا في الفرن. نقلب كده بالراحه خالص، مجرد ما ندخل بس دقيق. لو حسيتوها ان هي سايله شويه ممكن نضيف معلقتين دقيق او معلقه دقيق بالكتير، ان هي تظبط القوام معايا وما تخليهوش سايل خالص. اهو بصوا قلب كده بالراحة لغاية ما الخليط يخش معايا كده، وبدي خلاص يكون اختفى فكده تمام. نقلبها كويس علشان لما بيبقى فيها قطع دقيق كده في العجينة وما تقلبتش بتبقى طعمها وحش جدا. من الكيكات السهلة جدا زي كيكة الجاتو شاتو، هي برضك من الكيكات السهلة، استبدال بس بدل اللبن بنحط كوباية عصير برتقال. جبت القالب معايا اهو دهناه زيت، هبتدي ان انا افضي فيه كل الخليط بتاع الكيك دوت، واكون مسخنة الفرن قبلها بحوالي 10 دقايق، يكون الفرن دافي كده على درجة حرارة 180، بتقعد حوالي نص ساعة لحوالي ساعة الا ربع، مش اكتر من كده. يعني اول ما تلاقوا ان الوش خلاص ابتدى ان هو يحمر، يعني افتحوا الفرن وابتدوا ان انتوا اعملوا التست بتاع ان احنا بندخل خلة او سكينة او ظهر المعلقة من ورا وتشوفوا في عجين طلع فيها ولا في عجين، نقفل وندخل تاني على طول عشان ما تهبطش، ونشوفها استوت ولا لا. دلوقتي عبال ما تستوي بقى في الفرن هعمل معاكم صوص البرتقال اللي انا هحطه على الوش. هو سهل جدا، عايزه كوبايه برتقال، وعايزه 3 معالق سكر، وعايزه حوالي معلقتين نشا كبار او معلقه ونص، يعني على حسب ما انتوا ايديكوا بقى بتاخد. المهم ما يبقاش معايا صوص تقيل، انا عايزه صوص خفيف بحيث ان هو يتحط على الوش يبقى سايل كده، ما يبقاش زي المهلبيه. هحط النشا وابتدي اقلب على البارد كده على طول. بصوا اللون زي ما قلت لكم معايا هو فاتح، لكن مجرد ما هتبتدي تخش في سوا فهيبقى لون البرتقال بالظبط. نفضل نقلب كده علشان ما يعملش تكتلات للنشا من تحت وما نعرفش نقلبها، نفضل نقلب فيها كده على طول. بصوا طول ما احنا واقفين نقلب،
انا هقلب بقى فيها وارجع اوريكم شكلها بعد ما خلصت. بصوا اللون اتغير ازاي بعد ما خلاص استوت، تحسوا ان هي خلاص قلبت، هتبقى هتخش على شكل المهلبية. اطفوا على طول، لو حسيتوا ان هي تقلت ضيفوا شوية عصير برتقال وقلبوا، هتلاقوها رجعت خفت تاني اهي بالشكل دوت. ادي الكيكة طلعت من الفرن وانا جاية اقلبها اتزحلقت مني، بصوا اتقطعت ازاي، بس يعني عالجت المشكلة سريعا. ما بانتش الحمد لله، ما فيش حاجة بانت. هبتدي ان انا اجيب صوص البرتقال كده واحطه على الوش اهو، وهقطع شرايح برتقال وابتدي ان انا احطها على الوش كده، بتدي شكلها حلو يعني ان احنا عاملين كيكة برتقال، فانتي بتدي تنبيه اللي قدامك ان انا حاطه حاجات، حاطه شرايح برتقال، فدي كيكة برتقال. بصوا نزل كده الصوص عليها من الجناب علشان بس تتشربها كده من الجناب، طعمه بجد حلو جدا لما تقطعي قطعة الكيكة وهو معاها، لا طعمه حلو جدا جدا. بصوا بعد ما احطهم في النص هحس ان هما شكلهم لا مش حلو، هبتدي ان انا الفهم حوالين الصينية واغير شكلهم. بصوا نلفها بقى حوالين الصينية كده حوالين داير. بجد كيكة في منتهى الجمال، جربوها بالطريقة ديت وجربوها بنفس الشكل دوت او اي شكل بقى عندكم صينية عادية وقلبوها وابتدوا اعملوا الاشكال ديت، هتعجبكم جدا والصوص طعمه هيعجبكم قوي 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 قوي. وممكن لو الاطفال ما بيحبوش البرتقال فانتوا هتضحكوا عليهم بالطريقه ديت ان انتوا دخلتوا البرتقال في الكيكه فهياكلوها. يا رب الطريقه تكون عجبتكم، ما تنسوش اللايك والاشتراك من زر احمر تحت الفيديو. هقطع لكم قطعه بقى دلوقتي كده واوريكم شكلها من جوه منفوش ازاي ولونها اصفر بصوا لا شكلها حلو وطعمها احلى كتير، والصوص وهو نازل من الجناب كده عليها لا شكلها روعه جدا. بصوا اهم حاجة ما تنسوش اللايك عشان اللايك هو اللي بيرفع الفيديو وبيخلي الفيديو موجود. بصوا بصوا شكل الكيكة منفوشة وزي الفل، الصوص نازل عليها من الجناب، لا بجد كانت حلوة جدا جدا جدا. يا رب الكيكة يكون عجبكم وشكلها يكون عجبكم. زي ما قلت لكم جربوها بالطريقة ديت. بحبكم، باي باي.